بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا حكينا في المحاضرة السابقة عن الديدلوك بريفنشن، اوكي، هاو وي بريفنت، وحكينا عن ايش الفور نيسيري كونديشنز. اليوم عندنا الطريقة الثانية الأخرى اللي هي نقدر ايش نتجنب ايش حصول الديدلوك، اوكي، اللي هي ديدلوك افويدنس. طبعا الديدلوك افويدنس في لها ايش ضروريات، انه تتطلب على انه نظام التشغيل ايش اوبريتنج سيستم يعرف معلومات اوكي ان ادفانس، اوكي، اذا معلومات سلفا يعرفها كونسيرنينج وش ريسورسز بروسيس والريكوست، لاحظ، اند يوز ديورينج اتس لايف تايم، اوكي. فهي طبعا ريكويرمنت في حاله ايش الافويدنس. افويد يعني لاحظ، احنا نحاول نعرف معلومات مشان ايش، انه اذا اني اعطيت بقول والله بدي ادخل انا look او ايش اعطي او ما اعطي، اوكي. اذا requires that انه system has some additional، لاحظ بقول لك a priori information، يعني advance معروفه، اوكي، available. The simplest، لاحظ، and most useful model. اذا لازم نعرف model الان، اوكي، مثلا ايش deadlock avoidance بتطلب انه ايش، انه each process declare the maximum number of resources of each type that it may need during its lifetime. اذا with this additional information اللي حكينا راح نشوفهم، طبعا شو هم الانفورميشن، ثلاث three things they are necessary to know. Okay. طبعا with this additional information in the operating system طبعا بقرر انه for the current request whether the process should be granted the request or should ايش should wait. Okay. الان زي ما حكينا to decide whether the current request، لاحظ مثلا process اجت طلبت مثلا كم instance من resource A، كذا instance من resource B، كذا instance من resource C and so on. Okay. الان ف to decide whether انه the current request can be fulfilled or انه البروسيس ماست ويت، في السيستم طبعا لازم ايش ياخذ بعين الاعتبار ثلاث اشياء، وراح ان شاء الله مع الامثله نشوفها، اوكي. اللي هي ريسورسز كرنتلي افيلبل، لاحظ ريسورسز كرنتلي افيلبل، قديش متبقي من الريسورسز مش ار ايش نوت الوكيتد تو اذر بروسيسز. سكند، ريسورسز كرنتلي الوكيتد تو ايتش بروسيس، اوكي، كل واحده قديش معطى لها. Okay, good. وايش the future requests and releases of each process. Okay. ف deadlock avoidance by the way algorithm dynamically. Okay, مش مشكلة. إذن deadlock avoidance algorithm dynamically examines the resource allocation state. لاحظ يعني allocation state. To ensure إيش that there can never be circular wait condition. Okay. بعد برد على الشات لاحظ الطلبة. اوكي. اذا الكونديشن ذات وي ونت تو افويد اللي هو ايش؟ سيركولار ويت، وحكينا طبعا عنه في السابق، اوكي، شفنا، اوكي. اذا لاحظوا هنا دايناميكالي during execution، اوكي. الان بدي اعرف انا الريسورس الوكيشن ستيت، اوكي، ستيت. فالستيت باي ذا واي از ديفايند باي 3 ثينجز، اوكي. فيرست ثينج اللي هو نمبر اوف افيلبل ريسورسز، اوكي، من كل تايب قديش افيلبل كم انستنس، اوكي. والالوكيتد ريسورسز لكل بروسيس فروم ايتش ريسورس تايب how many instances are allocated and the maximum demands
of the process. Maximum لاحظ maximum number maximum demands of each of the process. Then these are okay, these things three things determines the state okay of okay of the source allocation state okay. Now we want to introduce safe state, the concept, the notion of safe state. Okay. طبعا we are, by the way, deadlock avoidance بحاول انه ايش يتجنب انه يدخل ايش عن يعني اللي هي unsafe state بنسميها. اللي unsafe state by the way اللي ممكن ايش يؤدي الى deadlock state. Okay. فاذا انه في كل لاحظ مع كل request من كل process بيفحص بشوف انه اذا انا اعطيت هذا الريكوست if I satisfied this request انه I will still in safe state ما في مشكلة. اما اذا بروح على unsafe state لانه unsafe state by the way قد تؤدي الى ايش حدوث deadlock. يعني مش كل unsafe state هي deadlock state. Okay. بينما safe state معروف انه ايش بتنجنب في deadlock يكون فيها. So we'll introduce then the notion of a safe state. Okay. لأن ما حكينا إنه when a process request an available resource. طبعاً process request is resource which is not available, which is already allocated. ما أقدر أعطيه طوالي أكيد. بينما إنه when a process request an available resource, the system must decide. يقرر إنه if the immediate allocation will leave the system in age in a safe state. If so. It will grant the request. Otherwise, it will ask, طبعاً, let the process wait. Okay? For system in safe state, we see that it's in a safe state if there exists a safe sequence of all processes. الآن من نعرف شو معنى إيش safe sequence. Okay? لاحظ. إذن system is in safe state if there exists a safe sequence. إذن مشان أحدد أقرر على إنه الريكوست اذا اني في جراند ريكوست انه السيستم ويل ستي ان سيف ستيت مشان ايش شو لازم اعمل بديش اشوف انه في عندنا سيف سيكونس اللي هو ايش بقول لي انه سيكونس اوكي از سيف لاحظ سيكونس اوف بروسيسز بي 1 بي 2 بي ان از سيف اف فور لاحظ اف فور ايتش بي اي فور اول بروسيسز يعني اوكي فور ايتش بي اي اوكي ذا ريسورسز that PI can still request لاحظ can ايش be satisfied by currently available resources زائد ايش resources already held by ايش the process okay held by all process PJ such that ايش J اقل من I لاحظ هنا circular weight okay such that ايش انه J اقل من ايش من I okay this is by the way safe sequence. يعني إذا إنه process مثلا PI طلبت request okay, some resources okay فبده لازم يكون الموجودين المتوفرين يعني available مع resources كلهم اللي already allocated لل processes PJ such that إنه J أقل من I لازم يكون index لها أقل okay can satisfy ايش the request. الحل ايش نظن إنه ايش we have a safe sequence okay. الآن what does this means? Okay, it means that if PI resource needs are not immediately available, معناته ايش PI can ايش wait. حتى ايش طبعا all PJ have finished. لأنه ليش؟ لأنه قلنا انه already available مع هذول اللي حجزوهم ال PJ for J أقل من I, processes PJ J أقل من I, ايش will satisfy the need of ايش of process PI. Okay? طبعا أكيد when PJ كل PJ is finished PI will ايش تتأخذهم هذول مع الافيلابل قلنا ايش will satisfy ايش the need of PI فان البروسس PI will ايش كان تحصل على كل البدهية كان يكسكيوت بعدين ايش ترجع كل ايش resources and terminate. احنا بتتذكر قلنا انه request use and release okay دائما sequence ها اللي هو request use for some time and ايش release resources. ولما ايش طبعا PI تنتهي من PI terminates PI plus 1 كان ايش obtain its needed resources and so on. لاحظوا هنا اوكي طبعا this will guarantee that there is no ايش
circular weight. لأن الجندرنا إحنا إيش circular weight condition. الآن with this information we have some basic facts. We have some basic facts. Okay. خلينا نشوفهم كشكل جراف. Okay. Some basic facts. الآن facts بقول له لي إيش؟ لاحظ. الآن the system by the way is in safe state. أنا إيش ما في تلوك. We are the always in the safe. دائما حكينا زمان تذكر حكينا إنه في المحاضرة قلنا يفضل إنه طالب دائما يكون إيش في safe state. يعني إيش يكون دارس أول بأول. إذا if the system is in safe state ما فيش تلوك عندنا. الآن if the system is in unsafe state ما له هذا. It is possible that there this will lead to إيش added look. إذا ما نحاول نتجنب إحنا إيش unsafe state كيف نقدر نقول لي قبل شوي حكينا إنه إيش نلاقي في safe sequence. قبل ما أعمل الريكوست ألاقي إنه إيش في safe sequence ما بمشكلة بعمل إيش I will satisfy the request then I will stay in إيش in the safe state. Okay. فالavoidance إذا هو عبارة عن إيش هلا بصير ايش عند الافويدنس؟ شو معناه بصير؟ انه we want to ensure that the system will not enter ايش؟ unsafe state اللي هي بتؤدي الى ايش؟ انه انتقال لايش؟ لديدلوك اوكي ستيت. فاذا دائما الافويدنس we avoid لاحظ تجنب انه ندخل للانسيف ستيت فور مع كل ريكوست طبعا اوكي؟ اذا is based on the idea no ensuring that the system will never enter an unsafe state. Okay. طب خلينا نشوف هنا مثال. Okay. This by the way will introduce us to the resource allocation graph algorithm. The resource allocation graph algorithm. Okay. طبعا احنا شفنا تذكروا بالمحاضرات السابقه قلنا انه if we have a resource allocation graph or system with one instance only of each resource type قلنا ايش انه we can use تذكروا لما كان ايش عندنا the scan cycle قلنا شو كان عندنا في ايش في deadlock. اوكي فاذا we can use الان ايش بنستخدم انه a variant لاحظ variant يعني ايش تعديل معدل على ايش؟ of the resource allocation graph اللي عرفناه سابقا for the deadlock ايش؟ قلنا deadlock ايش قلنا؟ تذكروا prevention هناك مضبوط؟ لانه انا we want to avoid اوكي؟ فرق بين الافويدنس وبين ايش؟ prevention اوكي؟ تذكروا كان عندنا هناك ايش؟ في انواع من الايدجز اوكي؟ الان كان عندنا الذكر وكان عندنا request edge assignment edge فعلا عرفنا الموديل اوكي الان بدنا نشوف we introduce the resource allocation graph algorithm مع تعديل على ايش ال resource allocation graph اللي مر معنا سابقا we introduce new type of new edge type اللي هو بنسميه claim edge بنسميها ايش؟ claim edge فالclaim edge by the way لاحظ انه indicates that انه process PI may لاحظ may request ايش؟ an instance of resource type J. Okay. Then it is presented by the way by a dashed line. Presented by H by a dashed line. Okay. الآن if claim edge لاحظ claim edge زي هاي من PI ل RJ اوكي الان to be converted to what؟ مين بدي اقول لايش ممكن اوكي تحولها لايش؟ claim edge يعني لحظه قلنا claim edge انه ايش؟ حكينا انه indicate the process may request اوكي resource type RJ الان لما تحول لريكوست اوكي ما قال لك may request اوكي اذا claim edge converts لايش؟ to request edge when لما اقول لك ما request معناته تحول لايش request edge اللي شفناه سابقا تتذكروا في resource allocation graph
get request edge when ايش a process requests a resource. اوكي طيب request edge قلنا تتحول لايش كمان تتذكروا حكينا قلنا request edge كمان ايش تتحول سابقا قلنا converted to ايش to an assignment edge when the resource لاحظ by the way طبعا لاحظ هون داشت لاين لما اقول request edge بصير solid line مش داشت تحول لما create داشت claim edge الان لما يصير request بصير ايش مش داشت solid line الان كمان انه request edge converted to ايش to an assignment edge لما ايش اعمل allocation انه اي allocate resource rj to process bi بصير ايش انه صارت ايش assignment edge اوكي الان من resource by the way is released اوكي resource is released by a process then the assignment edge will convert to ايش to a claim edge هون رايحين نشوف انه لما يصير عندي request هل انه احول claim edge لا request edge ها هل بناء على ايش طبعا بناء انه بصير عندي سايكل ولا بصير سايكل شوف كيف اوكي بدي ادرس انا الوضع انه هل في سايكل باي ذا واي احنا بنعرف انه بالجرافي ولا اخذتوا انتوا ايش الالجوريثم تو ديتكت سايكلز اوكي اخذتوه اخذت لكم الاكس تاعه بالتفصيل اوكي اوكي اذا تحول لايش لكليم اتش اوكي ولذلك الريسورسز حكينا انه must be claimed a priori in the system يعني in advance in ايش in advance اوكي okay. خلينا نشوف مثال resources must be claimed a priori in the system. Okay. Then we have resource allocation graph for the avoidance and unsafe state in the rack. خلينا نشوف مثال هنا. Okay now. Then this is شايفين هنا انه okay we have claim edge from P1 to resource R2. Okay. كمان في عندنا هنا claim edge من P2 ل ايش ل R2. نلاحظ اذا P1 may request then okay an instance of R2 كمان ايش P2 كمان ايش may request لانه داش لاين زي ما حكينا اوكي okay. الان suppose شوف هنا by the way this assignment is مزبوط الان افرض انا حولت واحدة مثلا حولت هاي على سبيل خلينا نشوف هاي مثلا ها حولتها من ايش؟ بالوضع هذا باي ذا واي لاحظ هنا انه this is the rack خلينا نقول for deadlock avoidance this is how it looks by the way for deadlock avoidance وذا ايش وذ في عندنا لاحظ هنا انه الريسورس R1 ها محجوز لايش؟ مع P1 اوكي الان P2 بدها ايش؟ مثل R1 اللي هو already ايش؟ allocated to ايش؟ to process P1 P1 كمان ايش قلنا ميري كويست ايش عن انستنس اوف ار 2 و P2 كمان ايش ميري كويست عن انستنس اوف ار 2 الان خلينا نشوف شو الوضع بده يصير اوكي تعديل بسيط على هذا الجراف اوكي اذا شو اللي جاي بعد ذلك شوف سمينا مين احنا قرر قول لي ايش قلنا عنها ها ولا واحد يلا ايش دكتور هاي assigned it لا assigned it request request يا جماعه بقول لك لا ثنتين منا request هاي شو قلنا عنها assigned it مش ضمن من الار من الريسورس للبروجكت معناته assigned يعني الريسورس هذا assigned to process 1 لما يكون انسان من البروسيس للار اذا ريكويستنج عادي ستريت فورد ما فيها شيء اوكي يعني ريكويستنج وانا ايش اسايند وانا قلنا ما ريكويست وانا قلنا ما ريكويست اوكي ستريت بعد فضل بسرعه اوكي الان خلينا نشوف هلا شو بده يصير لما نحول لاحظ قلنا مش هاي معناها ما ريكويست
إلى حولنا إيش صارت هلا؟ صارت assignmented. لأن لاحظ هاي مش معجوزة لحد، فهذا بقدر أعمل request، هذا بقدر أعمل request. أريد أن it's not assigned, free, available نقول عنها ولا available resource. الآن صار عندنا إيش هنا؟ لاحظ cycle. Okay. Then if we allocate R2، لاحظ هنا allocated طبعاً B2 مزبوط ولا لا؟ ها تز إيش هنا؟ assignment صارت خلاص طيناها إلى okay. الآن صار بصير عندنا هنا cycle okay. فطبعاً ما إنه create a cycle with one instance of each resource type، فهذا إيش معنى قلنا؟ it is did look okay. إذا unsafe state نقول، فنقول unsafe state إذا عملت إيش هذا allocation، شوف كيف أنا عملته أنا بصير unsafe state. إذا هاي بتجنب هذا إيش بتجنب إنه إيش حولها الكليم يجي حولها لإيش هنا لا للريكوست إج، وبعدين يصير إيش assignment إج ماشي أوكي okay. إذا this unsafe state في إيش في الراد أوكي okay. ناتج طبعا إيش في P1 request R2 أوكي okay. صار إيش بصير عندنا هنا ديدلوك والأكر أوكي okay. إذا طلبت هاي صارت request بصير سايكل، بصير إيش هنا بصير إيش ديدلوك، بصير ولا واحد ولا خلص ولا واحد بتكمل لا بروسس 1 ولا بروسس 2 اوكي. الان حكينا هنا انه الريسورسز must be claimed a priori in the system، يعني معنى priori by the advance يعني before process bi start executing for okay start executing. Now all لاحظ claim edges must already appear in the resource allocation graph. لاحظ كل claim edges حطيناهم بالجراف هنا okay. لان في حالة معينة وضع معين بقول لك انه ممكن ايش انه الكونديشن انه resources must be claimed a priori in the system، كنا نتجنب هذا الكونديشن by the way by allowing انه لاحظ allowing claim edge انه pi get to be to RJ to be added to the graph only لاحظ if all edges of all edges لاحظ the edges associated with the process PI are شو مالهم كلهم claim edges، كلهم claim edges مش مع مش يعني request، كلهم ايش claim edges. لاحظ هنا كانوا claim edges هنا على الريسورس هذا، حددنا انه نعمل ها هنا انه نعمل allocation ولا لا. هذا باي ذا واي بقودنا الان للالجوريثم اللي هو البانكرز الجوريثم. الان عرفنا بالنسبه للسيفتي سيف ان سيف وسيف ستيت واللوك ستيت اوكي، نحاول نتجنب ايش الوقوع في الان سيف ستيت اوكي. في عندنا بانكرز الجوريثم باي ذا واي، البانكر الجوريثم من بانك يعني لاحظ هو نوع من السكيدجولينج الجوريثم باي ذا واي البانكر الجوريثم اوكي، هو نوع من السكيدجولينج algorithms okay which can avoid deadlocks. لاحظ يعني deadlock avoidance okay which can avoid ايش deadlocks. By the way هذا Dijkstra هو Dijkstra طبعا معروف شهور بالوبانك سيستم، هو ليش طبعا هذا الالغوريثم له سنة 65 هو طبعا توفي قبل فترة. طبعا فكرته by the way no it is modeled on the way a small town banker might deal with a group of customers who has credits. هيك عن الموديل تاعه في بنك القرية انه بده يحاول انه ايش طبعا راح نشوف كل ايش اليونتس شو هتشبه كيف الريسورس وكيف البروسيس اوكي والانستانسز اوكي. بده يحاول ايش طبعا انه دائما احنا بنحاول انه البنك ما انه ما الزبون يجي ما يلاقيش فلوس، هذه نقطة مهمة جدا اوكي. اذا الكاستمرز باي ذا واي هو انا الزبون البنك انه يعتبروا ايش بروسيسز، الكاستمر هو يعتبر ايش هنا بروسيسز اوكي. الان بالنسبة لليونتس او ريسورسز اوكي ممكن تكون ايش هنا نقول انه 1 يونت مثلا كل 1000 دولار على سبيل المثال اعتبرهم 1 يونت اوكي، هم ايش
تمثل الريسورسز زي التيب درايفز و سي بي يو سايكلز وميموري بيجز ميموري سيجمنتس. اوكي البانكر طبعا هو ايش؟ الاوبريتنج سيستم. لاحظ البانكر هو الاوبريتنج سيستم لان الريسورس اللي هي يونتس الدولار كل 1000 دولار مثلا. اوكي ولذلك it can be used in each banking systems to ensure that the bank never allocates its available cash. Okay, ما يخلص ما يجمعوا كاش يجذبون ما يلاقيش مصيبة. Such that in each bank can no longer satisfy the needs of all customers. معنى انه ايش؟ no we don't want actually when a process need a resource don't find it. مزبوط ولا نفس الفكره؟ اوكي okay. تروح تسحب مصاري وتعبت وروحت هذا ولا تلاقيت ايش؟ بقول لك بدي فلوس مصيبه. نفس الشيء بالنسبه ايش للبروسيس مع الريسورسز. اوكي okay. طبعا من خصائصه طبعا تيز مالتيبل انستانسز استخدم. اوكي okay. لانه اليونتس قلنا اوكي okay. مثلا كل يونت كل 1000 دولار ولا عندنا يونت اوكي okay. اذا مالتيبل ايش انستانسز each process كل process by the way must a priori claim ايش الماكسيمم يوز يعني ايش تحدد سلفا شو قديش بدها كل process. هاي المشكله by the way انه يعني كل process تعرف قديش الماكسيمم نيدز اوف ايش ريسورس تايب. هاي الاشكاليه بتضلها مرات. اوكي الان when a process requests a resource ممكن ايش اذا ما كانش الريسورس افيلبل ممكن تستنى بس wait. Okay. And when a process gets all its resources, طبعاً إيش قلنا؟ To use it for some time and then إيش release resources. And when a process gets all its resources, it must return them in a finite amount of time. إذا في عندنا مجموعة من data structures. Okay. في عندنا مجموعة من data structures. Okay. Four main data structures by the way. راح نشوف في vectors وفي عندنا matrices. راح نشوف طبعا the dimensional arrays. Okay. Data structure. إذن we have n number of processes. Okay. زي قلنا هنا customer. Okay. Number of processes. وال m number of resources. Resource types. Okay. Resources types. Okay. إذن في عندنا n و m. إذا في عندنا زي ما حكيت four main data structures. Okay. First data structure اللي هو available. Okay. Vector of length m. لأن if available لاحظوا هنا بقول لنا هنا if available of j equal k what does it mean؟ Okay. معناته إنه إيش؟ There are k instances of resource type rj available. Okay. لاحظوا طبعا ال R1 من R1 ل Rm. Okay. لأن عندنا M ايش number of resource types. Okay. إذا بيعطينا هذا ايش هنا gives the number of available resources of each type. يعني instances. Okay. إذا gives the number of available resource instances of each resource type. Or instances of each resource type. Okay. This is by the way the first data structure, it's the vector. Okay. We have matrix, the max. Okay. Then, if max of ij equal k, process pi may request at most k instances of h resource type rj. Okay. طبعا هذا ايش بيعطينا هنا؟ بعرف لنا انه الماكسيمم ديماند اوف ايتش بروسيس زين الماكسيمم ديماند اوف ايتش بروسيس. اوكي احنا قلنا كمان ايش في عندنا الوكيشن انه نشوف انه كل بروسيس قديش معطاها كم انستانس اوف ايتش ريسورس تايب. اذا في عندنا الوكيشن كمان ماتريكس. اوكي ان باي ام ماتريكس ذات ان باي ام ذات ان باي ام ذيس از فيكتور اوف لينث ام. اوكي الان if allocation
لاحظوا اي جي يكوال كي معناته ايش؟ انه البروسيس بي اي is currently allocated ايش؟ كي instances of resource type جي. اوكي؟ اذن هذا بعرف لي number of resources of each type currently allocated to each process. اوكي؟ number of instances طبعا معناه resources. اوكي؟ لان وين؟ في عندنا هلا ايش؟ الداتا ستراكشر الاخير اللي هو النيد. اوكي؟ احنا قلنا من ماكس في عندنا allocated اذا في عندنا ايش؟ نيد هلا قديش بحاجه اللي الماكس ماينس ايش بده يكون؟ ماينس الالوكيشن. اوكي؟ ماكس بده يكون ماينس ايش؟ الالوكيشن. اذا بنعرف النيد على انه ان باي ام ماتريكس اوف نيد اي جي ايكوال كي ذن بي اي مي ايش نيد كي مور انستانسز اوف ايش ريسورس تايب جي تو كومبليت اتس ايش؟ اتس تاسك. حكينا انه نيد اي جي لا لاحظوا انه كل بروس اي ريسورس تايب كم انستانس ريسورس تايب جي فالماكس اوف اي جي ايكوال ايش؟ النيد اوف اي جي بيساوي الماكس اوف اي جي ماينس ايش؟ الالوكيشن اي جي. طبعا النيد هذا بحدد لنا انه ايش؟ ريمينينج ريسورس نيد اوف ايتش بروسيس كم انستانس اوف ايتش ريسورس تايب از نيدد باي ايتش ايش؟ بروسيس. اوكي؟ طبعا ذيس اب دايناميك باي ذا وي. اوكي؟ ذا اب داتا ستراكشرز ذي ار فيري over time during execution in both size and value. They vary in both in size and value during execution. Okay. لما نعرف notation بعد ذلك راح نستخدم هذا notation. كيف بدي أنا أقول vector أقل من vector مثلا. Okay. بدي أعرف vector شو كيف إنه أقل من vector. Suppose في عندي x y two vectors. Okay. Length n طبعا. Length تاعهم إيش نكون n. لازم عشان أقدر أقارنهم. Okay. Then بنقول إنه x vector x is equal or less than vector y. شو الكونديشن؟ if and only if x of i لاحظ x of i لكل i طبعا هنا equal or less than h y i corresponding طبعا y i. okay. لاحظ اذا x equal or less than y كفيكتور x مقارنة مع فيكتور y نقول اقل منه يساوي if and only if h x of i لاحظ i طبعا هي من واحد لين حسب طول ايش الفيكتور. اوكي okay. x of i equal or less than h y يعني ناخذ كل عنصر فيكتور x مع مكافئه المقابله مقارنه مع في الواي يكون اقل منه او يساويه. اوكي okay. نفس الشيء بالنسبه ايش العنصر الثاني والثالث كلياتهم. اوكي okay. عشان نقول ايش في الحاله هي انه x i ماله equal or less than فيكتور y الفيكتور x اقل ايش او يساوي الفيكتور y for all i طبعا من واحد لايش لان. اوكي okay. الان في عندي تعريف ثاني انه لاحظ احنا اخذنا less than or equal الان بدي اقول انه فيكتور x اقل من y. اوكي okay. if ايش x equal or less than y. اوكي okay. اذا بنقول فيكتور x اقل من فيكتور y if ايش فيكتور x equal or less than h than y وطبعا ايش بده يكون x لا يساوي y x لا يساوي ايش y. اوكي طب قلت لك بدي اقول لك هلا مين عرف لي انه قلت لك شو معنى انه اذا كان فيكتور y اقل من فيكتور x شو كيف تقول عنه كيف نعرفه سمبل بنقلب الشرط نقول انه if y equal or less than x عرفناه سابقا اوكي and y لا يساوي ايش x. اوكي طبعا كنت سيستم اني رايح اعمل اكستنشن انا احاول اعمل اكستنشن نشوف ان شاء الله للمحاضره الان بنحكي عن سيفتي الجوريثم سيفتي الجوريثم ان ذا بانكر بانكرز الجوريثم سيفتي الجوريثم اوكي we want to describe the algorithm okay we want to describe the algorithm for finding out whenever لاحظ for finding out انه ايش هل system will be in safe state or not okay في عنا ايش safety algorithm okay safety algorithm ده نلاحظه هنا اول شيء عندنا
أول step algorithm let work and finish be vectors length m and n respectively. Initialization عندنا اللي هو ايش work equal available وfinish of i equal false for all i من واحد لايش لان. اذا step 2 find بقول لك an i such that both لاحظ finish of i equal false يعني ايش process request still not satisfied okay و need of i equal or less than ايش work اللي ايش طبعا اللي يساوي ايش available okay طبعا كل هذا ايش هنا when process pi request resources لاحظ when process pi يعني كان ايش احنا process pi request ايش resources واي طبعا ايش قلنا من واحد لايش ل n okay then if no such i exists قلنا ايش go to step 4 then step الان request already satisfied نقول ايش انه work equal work زائد ايش allocation okay يعني ايش هنا لاحظ انه لما تخلص process i بدك ايش ترجع ايش اللي كانوا يعني instances allocated to it or resources allocated to it ترجعهم okay نقول finish i equal ايش true نكمل بنرجع okay الان step 4 if finish of i equal true for all i then ايش the system is نقول انه is in a safe state is in a safe state okay الان this algorithm by the way may requires لو قلت لكم مصطلحه شو رايكم كومبلكس داتا طلعوا تفرجوا عليه شو الكومبلكس داتا بتكون لاحظ في عندنا هنا لاحظ ايش قلنا هنا من واحد لايش لان اوكي دكتور بيج او اوف ان بيج او اوف ان باي ان سكوير طبعا ان باي ايش ان باي ان سكوير اوبريشنز اوكي تو ديسايد وذر ا ستيت از سيف اور نوت لاحظ يعني الكومبلكسيتي تاعته كبيره شوي اوكي okay. Then the algorithm requires an order of m by n square operations. عشان نقرر على انه ايش system is in safe state or not. Then we will go to a resource a request algorithm for process PI. Okay, في Banker's algorithm. By the way, this is we are still working with the Banker's algorithm. Okay. Now the process, how the processes are requesting resources and whether a request will be satisfied or not. Okay, is this that one as follows? Okay. طبعا نسمي اللي هو resource request algorithm for process PI. Okay. What is the request? الآن لاحظ we introduce another vector كمان هنا عندنا request i process i request i لاحظ i refers to process إذا request vector for each process pi الآن لو قلت لك إنه suppose request i j equal k what does it mean؟ What does it mean؟ معناها إنه ايش؟ إنه process pi once ايش k instances of each resource type are j الآن when process PI by the way request resources شو بده يصير؟ process PI then requesting ايش؟ لاحظ resources resource type okay some instances طبعا resource الآن بدنا نشوف انه request أول خطوة أول step if request I equal or less than need لاحظ request I equal or less than need نقول ايش go to step 2 الآن افرض أنا process طلبت ايش؟ أكثر من حاجتها طيب كيف انا بعرف الحاجه؟ مين بده يقول لي؟ كيف بعرف النيد؟ كيف حسب التا؟ نيد ماكس ناقص الالوكيشن. فيري جود نعم. اذا طلبت اكثر معناته ايش؟ تعدت حدودها. اوكي؟ والريز ايرور كونديشن. اوكي؟ مشان الريكوست يعني تو جو وذ ذا ريكوست انه ايش؟
should the amount should be as I request I equal or less than the need of I. Okay. No. Okay. Then the process has exceeded its age maximum claim. Okay. Exceeded its maximum claim. Okay. الآن الخطوة الثانية step 2 اللي هي بقول إيش if request I equal or less than available إذا مقارنوا مع إيش هلا available go to step 3 otherwise إيش P I must إيش must do it يعني resource بتاعي مش موجودين مشكلة إذا أعطيتهم إلا يعني مش كافي يعني بصير عندي مشكلة فلازم wait دير بالك نقطة مهمة وأنا إذا كان request I أقل أو يساوي من الـ available go to step 3 إذا كان وإلا إيش في I must إيش must wait يعني في الطلبات مثلا أكثر من إيش الـ available شو بتعطي كيف بتعطيها بقدرش أعطيها الموجود must wait okay. لأنه طبعا الـ resources إيش بنقول عنهم they are not available okay. الآن step 3 the step 2 عرفنا الآن step 3 go to step 3 يقول لي إنه we pretend لاحظ pretend يعني إيش نزعم إنه to allocate requested resources to process HPI by modifying إيش the state as follows available equal available minus request I مزبوط ولا لا ناخذهم أوكي الأفل صاروا أنا عملت أعطيتهم لل process PI فإذا إيش الavailable بدهم إيش ينقصوا okay فالallocation بعدين للprocess PI okay بزيد لها إيش الrequest وإيش need of I الآن إيش صار need I minus إيش request بطرح إيش من إيش need إذا منعدل هاي التعديلات تعديل على available تعديل على allocation هاي تعديل على إيش على need I راح نشوف مثال by the way مهم جدا نعرف إيش هاي إيش تعديلات okay الآن نشوف إنه resulting resource allocation safe or not. الآن if safe لاحظوا شو معنى safe معنى في safe sequence ذكروا لما حكينا عن safe sequence safe state في safe sequence أوكي راح نشوف. الآن if safe then the resources are إيش allocated to process PI. معنى إنه إيش طبعا إيش the operation will continue will be completed. Okay. Complete يعني the operation أو the transaction will be إيش completed. Okay. However, إذا كان unsafe ما فيش safe sequence if unsafe PI must wait ولاحظوا هنا and the old resource allocation state is ايش is restored زي ايش بنعمل زي backup okay إذا the old resource allocation state is restored اللي قبل ايش يعني ما نعمل إجراء مع البروسيس PI okay خلنا نأخذ مثال بسيط okay خلنا نأخذ example مثال بسيط نشوف اوكي طبعا هاي المثال هذا بنوقف مثال على البانكرز الجوريثم سبوز انه في عندي اوكي 5 بروسيسز بي 0 بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 اوكي في عندنا لاحظوا هنا five processes قلنا في عندنا three كم type of resources عندنا ال A وال B وال C في عندي ten instances of resource type A five instances of resource type B و seven instances of resource type A C الآن we have a snapshot okay الوضع snapshot at time t zero this is the okay الوضع عندنا هنا okay state الواحد يلاحظ هنا بنقول مثلا t zero allocated إليش one instance of type resource A one instance of resource type B و zero instance of resource type C okay P1 نفس الإشي كأنه في two instances of resource type A allocated to it okay الآن لاحظوا هنا طبعا هنا الماكسيموم هذا الماكسيموم كان مهم جدا اللي هو إيش حكينا عنه الماكسيموم okay طبعا الماكسيموم resource type لاحظوا هنا P0 طيب لو قلت لك انا لاحظ هنا ال P0 ها الماكسيموم الى ايش هنا؟ لدى 7
ليش سبعة؟ هاي الماكسيمو قلنا سابريوري معطى إلنا مزبوط ولا لا؟ ادفانس لازم تعمل شو ديكلير ذس. اوكي شو ديكلير ذس البروس بي 0 تحت 7 5 3 بروس بي 1 كل بروسيسر تعرف ايش من كل شو ديكلير اس ماكسيمم ديماند فورميشن ايش ريسورس تايب. اوكي الان مين بيقول لي ليش هذا كان عندنا ثلاث الافيلبل؟ بقدر احسبه انا طبعا بالاوي. اوكي احسب من المعلومات الموجوده عندي. احنا قلنا ايش بيساوي؟ قلنا الماكسيمم ماينس ايش؟ الوكيتد ماينس الوكيتد. الان ليش هاي ثلاثه هنا؟ لانه الاي اصلها في عندها 10 انستنس اخذنا منها بالضبط بالضبط اللي في عندنا ايش 10 انستنس تمام اخذنا منها ايش 2 و3 5 و2 سبعة عشرة ناقص سبعة شو بضل؟ ثلاث مزبوط؟ نفس الشيء بالنسبة لريسورس تايب بي قديش عندنا كم انستانسز؟ خمسة. شو الالوكيتد منهم؟ واحد واحد اثنين اذا شو بضل؟ خمسة ناقص اثنين شو بصير؟ ثلاث. وسي عندي سبعة كي الوكيتد الى ايش؟ اثنين واثنين اربعة خمسة بضل ايش؟ سبعة ناقص خمسة شو بساوي؟ اثنين. اذا الافيلبل بدنا نحسبه لا يعطى لك ماشي تحسب حساب من ايش؟ من الالوكيتد وايش والماكسيمم ديماند. اوكي الان من هاي المعلومات شو بدي احسب؟ بيقدر يقول لي بدي احسب ايش الماتريكس نيد النيد لكل ايش لكل بروسيس. اوكي اذا the contents of the matrix need is defined to be ايش قلنا؟ تذكر شو حكينا؟ قلنا حكيت جاوبتوا انتوا قلتوا equal max minus ايش allocation max minus ايش allocation. okay اذا الماتريك نيد وي كومبيوتد از فولوز. اوكي لاحظوا انا كيف حسبناه؟ ايش قلنا؟ ايش هو ماكس ماينس allocated. اوكي قديش البي 0 قلنا؟ 7. اوكي allocated لها 0 اذا نيد قديش لها؟ 7 مزبوط. بروسيس بي من لاحظ بروسيس 0 من ريسورس تايب بي الماكسيمم خمسة الوكيتد واحد قديش بدها؟ أربعة. اوكي خمسة ماينس 1. اوكي فروم ريسورس تايب سي ثلاثة ولا شيء الوكيتد 3 ماينس 0 شو بيساوي؟ 3. نفس الشيء نعمل ايش مع البروسيس الثاني بروسيس 1 ماكسيمم نيد ثلاثة. اوكي الوكيتد اثنين بضل له واحد بروسيسور تايب اي. اوكي اثنين ماينس 0 اثنين. اوكي اثنين ماينس 0 اثنين وهكذا. اوكي اذا نحسب ايش هنا النيد. اوكي طيب بدي اسالك هل السيستم ان ذا سيف ستيت ولا لا؟ مين بيقدر يقول لي؟ هيك طلع عليه شو رايكم؟ من الافيلبل طلع على الافيلبل الان شو بالبي 0 بدا ايش 7 4 3 بقدر اعطي البي 0 بقدر اعطيها بالاول بقدرش مزبوط ولا لا؟ لان ايش هنا النيد اكثر من ايش من الافيلبل لا بجبروا على ايش بروح على بي 1. اوكي اذا بنروح على ايش على بي 1 فالبي 1 ممكن ايش تكمل نعم بدا 1 2 2 عندي 3 3 2 لان لاحظ لما البروسيس تكمل بتترجع ايش الالوكيتد اذا البي 1 كان شو الالوكيتد لها كان 2 0 0 ترجع اذا الاثنين شو بصير عنده هون خمسه. اوكي بنكمل هكذا نيجي على بروسيس بي 3 طبعا لاحظوا انا قلنا البي 1 كملت لان بي 2 بدا سته بس هو بصير عنده خمسه مزبوط فما ما بتمشي بي 2 من بي 1 رحنا على بي 3 بي 3 لان بدا 0 1 1 موجودين بتكمل بترجع ليش كان الوكيتد بترجع 2 1 1. اوكي بعد بي 3 طبعا ايش؟ بي 4 كمان بيكون افيلبل لها تكمل. اوكي الان بنرجع اللي ما اعطيناهم مش اللي هم بي 0 والبي 2 تذكروا هذول ما اخذوش اما بنقول بي 0 او بي 2 بنشوف ويتش وان از ساتيسفايد. اوكي بالفيرس باي ذا واي شوف الان هون لما ارجع انا لبي 0 وبي 2 ممكن انا اشوف ممكن احطهم على ستاك لان حطيت الستاك فالبي 2 تيجي قبل ايش بي 0 بفحصها اذا حطيتهم في كيو
ممكن إيش بالحالة بيصير P0 قبل إيش P2 أو حسب how it is إيش إنه مشان return لما بدي أرجع عن the process which is not satisfied الريكوست تاعها أشوف هل هي P0 قبل ولا P2. إذا في عندنا هون safe sequence، إذا وجدنا safe sequence عندنا P1 P3 P4 P2 P0. أوكي ففي عندنا safe sequence نقول إيش إنه system is إيش in safe state. أوكي دكتور إذا بدنا نشوف إنه the safe states لازم نفحصهم كلياتهم، راح نمشي عليهم كلياتهم وبعدين نقرر صح؟ نكون في safe sequence، يكون إيش safe sequence هذا هنا. أي لقيت أي safe sequence أكيد لازم نمشي عليهم نشوفي يعني الريكوست زي ما شفنا قبل شوي هلا ها قلنا البروسيس مثلا اللي هي بي 0 بدا 7 ما كانش موجودين في الشكل انا رحت على وين هلا البي 1 اوكي بعدين رحت على احنا بنفحصهم مش من اول بروسيس بنقرر لا طبعا اكيد نعم اكيد 100% كنا نرجع الالجوريثم فور اتش اي بدك تروح تشوف انه الآن لما ترجع بروسيس مثلاً هسه لما أخذنا إحنا بروسيس P1 ترجعت الريسورسز ها فإيش اللي بعدها ستة ما P2 ما مشيت بمر على P3 بنرد نرجع بعدين إيش للي البقية فالسيف سيكونس مش ضروري يكون P0 P1 P2 P3 P4 يمكن زي عندنا سيف سيكونس هون شفنا إنه عبارة عن P1 بعدين ل P3 كي بعدين P4 بعدين إيش رجعنا ل P2 بعدين P0 أو ممكن P0 P2 حسب طبعاً ها زي ما قلنا انه ستاك ولا كيو اند ويتش وان ويل بي ساتسفايد فيرست الان اذا في عندنا سيكونس بعد هو سيف سيكونس اللي هو بي 1 بي 3 بي 4 بي 2 بي 0 اذا وي سي ذات ايش انه ذا سيستم از ان سيف ستيت لانه في سيف سيكونس ماشي مهم جدا وساتسفايز ايش ذا كرايتيريا اللي هو ايش انه اول فور اول يعني زي ما حكينا قبل شوي انه كل ايش البروسيس ويل بي ايش كومبليتد اوكي طبعا اوكي